السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة مع الهلكات، هاي الحلقة الأخيرة قبل التزويد والتعديل. ما هو الاختلاف بين المفتاح الأحمر تاع الهلكات يعني فول باور 707 حصان والمفتاح الأسود اللي بعطيك 500 حصان؟ اليوم رح نختبر الفرق والقدرات والتسارعات بطريقة احترافية. رح نستخدم أجهزة من خلال الجي بي اس نقيس التسارع 0-100 100-200 0-200 والربع ميل، فيعني رح تكون الأرقام مو العداد. هاي المفاتيح، خلينا نبلش بالمفتاح الأسود، ناخذ أرقام كاملة بعدين نروح على المفتاح الأحمر. أوريكم الأجهزة الاحترافية راح نستخدمهم، ريس بوكس وجهاز دراجي. أنا بفضل شخصيا الدراجي، راح أقول لكم ليش. لأنه على الأبليكيشن بيخلي كل المعطيات والبيانات تاعتك موجودة، هذا الجهاز فيه SD كارد. الدراجي زي كيف تطبيق على السوشيال ميديا، يعني الناس بيشوفوا تسارعاتك، بتشوف تسارعات الناس، بتحدد الدولة اللي انت فيها، او اذا بدك تشوف كل سيارات العالم، كيف اسرع سيارة بالعالم، كل المعطيات 0-100 0-200 0-300 100-200 200-300 كوارتر مايل نص مايل تمن مايل مايل، كل المعلومات اللي تخطر بالك موجودة. الامور بسيطة، اذا بدكم تطلبوا الدراجي موجود على تطبيقنا اي بيرف، الرابط بالوصف، والتوصيل لكل دول العالم. أنا بكل صراحة بنصح أي شخص بحب التزويد والتعديل يستخدم هذا الجهاز. ليش؟ لأنه أنت أسهل معيار تشوف اختلاف التسارعات كيف تتحسن وتتطور بسيارتك. هلا في جهاز الداينو، ولكن الداينو العيار تاعه بيختلف من مكان لمكان. شو الداينو؟ بتحطوا السيارة على جهاز وبقيس كم هورس باور. هذا الجهاز بقول لك شو الاختلاف بالتسارع، هاي الفرق. ما بدي اطول عليكم، خلينا نبلش طرب هلكاتي وفي شويه بخور لعيون الحبايب. هيا بنا. المفتاح الاسود هون، اول مره بحياتي بشغل السياره بالمفتاح الاسود. خلينا نروح على وضعيه التراك نشوف اختبارات التسارع. كل ارقام التسارع هاي المره راح نعطيكم اياها ما راح تكون اشي من تصوير العداد. راح نروح على الابلكيشن المتطور تاع دراجي. انا بنصح بدراجي لانه بعطيك كل شيء صراحه، بعطيك حتى من 100 ل 200 وكل هاي الامور. فهذا ريدي تو جو، وفي عندنا هذا ريدي تو جو. بسم الله، خلينا نشوف التسارع. كل اشي جاهز، كل اشي كونكتد بدون ما نفصل التراكشن كنترول. وضعية التراك اوتوماتيك، نشوف تسارع السيارة من 0 ل 100 و200 والكوارتر مايل. هذا العداد بعد لنا، يلا نطفي المكيف. 2 400 متر ب 13 ثانية. على الدراجي نشوف الترتيب والوضع، وناخذ على الابلكيشن من 0 ل 200 17 ثانية، النص ميل احنا ما بدنا 21 ثانية، 100 ل 200 11 ثانية، ربع ميل 13 ثانية، من 0 ل 100 6 ثواني و12 جزء، من 0 ل 60 3 ثواني و6 اجزاء. شايفين هاي الارقام؟ أرقام 500 حصان، والسيارة على فكرة فركت كتير.
تراكشن كنترول حاليا اوف وضعية التراك. نساوي ريست جديد. اوكي احنا هون جاهزين على الاوتو. ريدي تو جو. نشوف العداد هون والادراك جاهز. 3 2 1. 500 حصان احنا واقفين. فما بالكم بال 700 حصان. شوف الارقام 400 متر 15 ثانية. وصلنا سرعة 204. اوكي ناخذ الادراجي. شايفين الادراجي بعطيكم كل التفاصيل. حسب ارقام الادراجي يا جماعة الخير من 0 ل 220 ثانية تراكشن اوف. كوارتر مايل 15 ثانية. من 0 ل 100 8 ثواني. من 100 ل 211 ثانية. هاي الارقام بكل صراحة. إطارات الهلكات الوكالة العرض تاعهم صغير. ما بعرف كيف الأرقام يعني. هم على الوايد بودي كت عرضوا الإطارات. صار عرضهم 305 مشان يعطي المزيد من الثبات. الآن اختبار. الاختبار اللي نسويه حاليا فقط للتسارع من 100 ل 200 تراكشن كنترول اوف. المفتاح الاسود 500 حصان. خلينا نبلش. هي بنا خلينا نروح بدل شفت اول شيء بس مشان نكون حاكرين غيار لل 100 بعدين نحولها اوتوماتيك مشان ناخذ افضل اداء. فاصلة 95 جزء من الثانية. ما سويت تسارع من 0 ل 100 جاب 12 ثانية بس ما كنا بنتسارع اصلا. الان وقت الجد وقت المفتاح الاحمر. شغلنا السيارة. المفتاحين فيها الاسود والاحمر. اشوف اي مفتاح راح يشتغل. المفتاح الاحمر. لما يكون المفتاح الاحمر والاسود مع بعض دائما تشتغل السيارة على المفتاح الاحمر. قبل شوي لما شغلتها رميت المفتاح الاحمر برا السياره مشان نعرف نظبط الوضع. اوكي راح نبلش اول شيء كتسارعات. راح نروح على وضعيه التراك. البدل شفت اون التراكشن كنترول وضعيه التراك سسبنشن تراك. نشوف كيف الاداء على هاي الوضعيه. يعني هي السياره اصلا هلا لما ندوس راح يساوي بريكات لوحدها ولكن خلينا نشوف الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. ريدي تو جو. إن شاء الله جاهزين. نشوف وضعية التراكي. اوكي اعطانا انه الدوسة صح 100%. تمام. كارقام 707 حصان. من 0 ل 200 13 ثانية. كوارتر مايل 13 ثانية. من 0 ل 100 6 ثواني و10 اجزاء. من 100 ل 200 7 ثواني و7 اجزاء. في مشكلة بالانطلاقة. الاطارات مو ظابط الانطلاقة فيهم نهائيا. يعني حتى احنا على وضعية التراك
وتراكشن كنترول على التراك والسيارة بتفرق كثير، يعني فرق مو عادي. تراكشن كنترول اوف 100%. نسوي ريست للدراجي مشان ناخذ الارقام. انا صراحة معتمد للدراجي، هاي الدراجي راح احطه هون مثبته، هاي جهاز صغير جي بي اس دقيق جدا بعطيك المعلومات. في ابلكيشن، هاي سوينا ريستارت، الدراجي جاهز مشان ياخذ الوضع. راح نتسارع شوي شوي لانه على 500 حصان احنا وقفنا، كان في دخان بيرن اوت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. دست شوي شوي بالبداية، يعني ما كنت دايس دايس مشان السيارة تمشي. الدراجي بقول لي دوسي سكسس، جبنا الأرقام. لما دست وشوي شوي بدون ما أكون فل ثروتل جبت تسارع 5 ثواني و69 جزء من الثاني، من 0 ل 100، من 100 ل 200 7 ثواني و76 جزء، من 100 ل 200 7 ثواني و76 جزء، من 0 ل 200 13 ثانية و45. احنا هون هل قطعنا كوارتر مايل؟ قطعنا كوارتر مايل ب 12 ثانية و81 جزء. نسوي الرن الاخير اللي هو من 100 ل 200 تراكشن كنترول اوف، يعني ما في اشي نظام مساعد. الهلكات صراحة العداد تاعها بعطيك معلومات خيالية هون وقدام السائق. أحسن تسارع عملته بالسيارة 4 ثواني وجزء. تتذكروا أول حلقة لما وريتكم السيارة على 4 ثواني وجزء؟ كان على سيارة إطارات ميكي تومسون سيمستليك، عرضهم 305، إطارات عالية الأداء للستريت للبرفورمانس القوي، فجبت عليهم رقم 4 ثواني وجزء. جبنا كوارتر مايل، انا ما كنت دايس من الزيرو. جبنا من 100 ل 200 7 ثواني و59 جزء بالتحديد. فهذه الارقام بشكل سريع شو صار معنا. شو الفرق بين المفتاح الاحمر والمفتاح الاسود؟ هيك يعني ملخص سريع عن الهلكات. التراكشن تماسك السياره، سيارات العضلات التراكشن تاعها صعب، وزن السياره كبير، في هورس باور كثير عالي، في تورك عالي. فالفكره الرئيسيه دائما يفضل تشتغل على الاطارات، تعدلهم. اذا بتعدل اطارات السياره راح تصير اقوى السياره. هذا اتوقع يكون اخر فيديو للسياره وهي ستوك بدون تعديل. ان شاء الله الفيديو القادم للهلكات راح يكون تعديل وتزويد. شو راح نسوي؟ انتم معي راح تشوفوا. لا يفوتكم نصيحتي صراحة، لدراجي انا بفضله عن هذا الريس بوكس، لانه بعطيك بالابليكيشن وبتقارن ارقامك مع ارقام الناس، بتحدد دولتك، بتحدد مستوى العالم، كل هالارقام مسجلة ودقيقة جدا، اسهل بالتعامل على التطبيق، موجود على تليفونك كل الارقام، بتحدد شنو سيارتك، كل هاي الامور. هذا هون ما بتحدد شنو سيارتك، بعطيك اوكي دقيق جدا، ولكن مع الدراجي انا بشوفه افضل. اذا انتم مهتمين تشتروا هذا الدراجي من خلال تطبيقنا AAPF، الموضوع بسيط، الرابط بالوصف. والله يبارك للجميع، سووا لنا لايك وانشروا الحلقة بين أصحابكم، منتظرونا بالفيديو القادم. أي أفكار تعبالكم نسويها اكتبوا لنا بالتعليقات، وإن شاء الله يصير في نصيب ونجرب لكم كل الاقتراحات اللي بتسووا اللي تطلبوها منا،
وما مقصر معكم. للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي، الله يحميكم جميعا ويحمينا معكم، في أمان الله.